راني مشوف يا راهم يطالبوا بليكسبولسيون تاع كامل لي الجزائريا من فرنسا. اللي راهم يطالبوا بهذا الشيء هو ان بارتي بوليتيك حزب سياسي تاع لا دووات اللي هو لي ريبوبليكان. راه ما بداو كيجريو على الكوين من فرنسا. هذا الشيء اللي بقى لهم كاع العالم عاق بهم. اخوان بسوش لينا لايك اسقم الكازو فيديو. باش جبنا السردين لازم السردين مشوي ماشي مقلي. جبنا فوق ورشه تاع كمون كيما هاك وشويه تاع قارص. عبالكم هذا السلمون فري جديد وطري ينتكل هكا. وات كلاتو هكذاك بالراس ديالو الاخوان براسو. ودرك ها وليت وزاد جا. شوف الميرلو مشوي الله الله. الوغ واش رايك؟ هايل هايل. كياكلو السردين بريوسهم. ضربوا لي على الشلاضة الاخوان الشلاضة. شوف البصلة قداش هايل. والله لا لا وينكم يا جماعة تبون خالي شنقريحة؟ نحن أقوى دولة في المنطقة. الجزائر عندها أقوى جيش في إفريقيا. نو سوم لي ديزاد. حنا شواكر لافريك. وبعد ذلك تبين باللي الماء ما عندكمش. الماء يا ربك الماء. ادنى متطلبات الحياه الماء ما كانش. احنا عندنا الاس 400. مالكي عاد عندك الاس 400؟ اغسل به قاعك. والله العظيم هيك عندكم الغاز وشربوا الغاز. شربوا الغاز دابا. ولا ضد الشعب ولا ديرك مريض. رانا عطاش. مناش لا ينخاف. انا في دولتي في الحق. واللي يعرف المملكه المغربيه الشريفه تاريخيا يعرف ان المغاربه تكلم عنهم الحجاج وتكلم عنهم صلاح الدين الايوبي وملكته امتدت من نهر السنغال الى حدود جنوب فرنسا. نعرف اننا هزمنا العثمانيين في معركه وادي اللبن عندما انبطح العرب وكلهم امام الجيش الانكشاري الا المغاربه. نعرف اننا كمغاربه وصحراويين على اختلافنا نحن من جعلنا من البرتغال جمهورية بعد أن كانت مملكة في معركة الملوك الثلاثة. راه تاريخنا يا الناس غني عن التعريف. واللي ما استفد من معارك الزمن الحديث ألا يجرب يدخل الصحراء. راه لا مليون صحراوي كافي، ما بالك 40 مليون مغربي جندي احتياط وحبة من تراب الصحراء ما تمشي. صراحة يعني كيفاش تشوف الجزائري مقارنة يعني بالمواطنين تاع المجتمعات الأخرى؟ يا أخو من الآخر إنسان زعيم جزائري يا شغل عندنا النيه في الحرمات فاهم يا أخو ومع روحه شغل قوامك فاهم واعر مع روحه. إحنا قارة وحدنا إحنا إحنا ما نخموش كيما هادو كاع إحنا حارين عليهم حارين. إحنا كان جاو عندنا لي فونتيان مع فلسطين إحنا كرم دولة استقلال صافي لونطو. كل شيء هارب له. قوسين احنا عندنا واحد العاده سيئه. الدول الاسلاميه كل تبعت الشباب للحج ركن اركان الاسلام. وحنا لازم تشبع ذنوب حتى توصل 80 سنه وتروح تغسل العظام. وكانك جاي للدوش. احذروا حج وانتم صغار، الحج وانتم صغار سبحان الله وبحمده. تكون واقف تقدر دير مناسك. عندنا شياب مسكنا ديوان يقول لهم معليش او معفيين من مبيت في مزدلفه ومنى معليش. هذه اقوال فقهيه فيها ما يقال. لكن ليش تخممت فيه هو ما فيه خممت فيه درت له وكلته شكون اللي رمي له الحجرات خديته يتعشى يومين ثلاث ايام وهما في ليزوتيل تاع ديال طلوا على واش كاين ثلاث ايام ربع ايام ما تعشاوش ما كلاوش ما كلاو والو رحتو خليتوهم كلكم راكم في الميناء تصوروا شي شياب خلطة تاعنا واحد ما يبعث باباه كبيره راك تبان كيف دير فيها ربي سبحانه راك ماكش دير فيها والله راك تبعث فيه العذاب يجوع يتكلم.
فين ما مشاو اخوان؟ فين ما مشاو؟ فين ما مشاو كيتشكاو؟ حسينا روحنا بلي ما راناش من هذه البلاد، شغلنا في كوكب اخر. 16 عام نقسم لك بربي وهادو عواشين، 16 عام مازال ما شراليش الهاش ميكروف غير بالدجاج. ها دجاج 16 عام ما شراو الخروف في الفريجيدير. مربي ولدي تامايا انا والله غالب ما عنديش ولدي رانو. شو الواقع كي داير الاخوان؟ شو الواقع اليوم نهار تاع العيد؟ شوف حاجه كيما هاكا لاشين على الماء، الناس معايده وحنا نعمرو في الماء. يا برا 2024 زعما قال لك نهار قبل العيد يطلقوه، ما طلقوه ما والو. هلا قول لك لا تيأس لا نيأس، والله نروح عوم لاسبانيا نعوم، اخطيني من البوطي هذا نعوم. كورونا راح لمكة فرميت. شعلا جو كي داير جو قهوي تال جو تاهو تال جو تزاد عليكم. سلم على الجايد صالح ميت ويقول لك لا تيأس. انا بوي نسرقو عادي برب بوي نسرقو يما راقدنا على خيوة جمع تبوا كي سرق بوا. المغرب حسن من الجزائر. انتوما المغرب هايلين الله يبارك، ترحبوا بينا. انا جزائري شريكي ومدابيه شريكي، يكون عندي ناسيوناليتي ماروكا. هذاك الملك تاعهم شوفوا بلادهم كيفاش ردها، وعلى حنايا ماشي كيما هكا. لازم راك تكون فخور وتقول عاش الملك جزائري. فيها كوبيرايت هذه الموسيقى هذه، المهم هذه شهادات. وينكم يا جماعة تبون خالي شنقريحة؟ نحن أقوى دولة في المنطقة، الجزائر عندها أقوى جيش في إفريقيا. نو صوم لي ديزاد، احنا شواكر لافريك. وبعد ذلك تبين باللي الماء ما عندكمش، الماء يا ربك الماء. ادنى الله يلوصها. رانا في يومين بلا ما اخوتي، رانا في يومين اليوم طروازون بلا ما، مكاش الماء كاع اليوم، كاتموا بلا ما، مكاش كاع الماء. كيف الاخر دابا انت يتبت واش يومين ولا طروازون ولا طروموا؟ طالق السبالة يدوش في داره ومهني في داره، وحنا قلاليل بلا ما. حنا اليوم خمس ايام، اليوم ست ايام رانا بلا ما، مكاش الماء كاع دروك. حنا كاتموا بلا ما، روازون بلا ما، ساكموا بلا ما، مكاش الماء كاع. والله قسما بالله رانا في طروازون بلا ما، مكاش كاع الماء. رانا في كاتموا بلا ما، ساكموا بلا ما، مكاش كاع، مكاش كاع الماء. رانا في خمس ايام بلا ما، كيف رانا ننهردو كيما هكا؟ والله خوتي قسما بالله رانا في طروازون بلا ما. صافي اخويا صافي. هذا هو اللي قال له شلعتك ود البلاد وراك تضرب في لاكريم. هذا قال لي يا خوتي انت يا ابديل شيات. هذا ما عجبوش الحال كي ردت على الراضي اللي كان في التلفازه نتاع المغرب، ما عجبوش الحال. قلت له كنت معزز مكرم، كنت في المغرب وكنت خدام في التلفازه المغربيه، كنت الافيا وشوفير راك. راك ولي دار بحال ديك زلايكونه، وجهك ولا دار بحال زلايكونه، وليت هوب ويعطيه. هذا كي ردت عليه الحلقم ديال الراضي وصلوه هنا، راه يدافع عليه فهمتوا، راه يدافع له وراه يهاجمني وابدلو كذا ومنه وشيات وهادي وفاعل وترك. انا الابيا، الصحراء في وسط المغرب والمغرب في وسط الصحراء، الى ربي ادى الارض وما فيها. والله يحفظ جلاله الملك محمد السادس، ربي يحفظه ويطول في عمره، لانه راه خدام البلاد بلفور وراه واقف مع البلاد بلفور. تحياتي كاع للمغاربة وتحياتي للدولة المغربية. وانت راك في سرحرح، راك دايخ، عقلك راه حابس، اقسم بالله راك تهضر غير منا لهنا، غير ديك الضحكة ديالك وديك غير هذيك راه كتعطيني واحد الميساج باللي راه عقلك حابس. راك هو اللي دارها بيديه في كبس النية، هو مشى باع بلادو، بزاف عليه بيع بلادو، واصلا ماشي وطني فهمتي. ايوا غير بان على حقيقته، ولكن دابا ترجع عليه بالندامة. الشيء الجميل في المغرب هو انك تتمشى في الطريق وتشوف مثل هالاشياء الجميلة
شوف، يتعافى المرء بصلاته وقربه من الله. ما شاء الله، رددوا رددوا وراي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. نحبك يا المغرب بزاف، تحية كبيرة لأهل المغرب. الله يسر أموركم يا رب، الله يحفظ بلدكم، الله يحفظ بلدنا يا رب العالمين. تبارك الله. ولاية تيارت قرابة شهر بدون ماء. الماء هو الحياة، ما عندكش الماء ما عندكش حياة. تخيلوا خوتي، الماء يعني ضروري في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، في الليل، في النهار، على باليش أنايا، في المدينة، خارج المدينة، في الصحراء، في الجبل، وين كاين الثلج ونحتاجوا الماء يا رب العالي. في الجزائر ولاية كاملة، ولاية تيهرت، ما عندهمش الماء قرابة شهر، قرابة شهر ما كانش الماء. هنا في الطاليان، في إيطاليا، لو كان العين تروح لمدة ساعة واحدة فقط، يبعثوا لك فرية للدار، ولا يعلقوا ورقة في الحي وحطوا حتى في البواطة لاتر، يقول لك غدا مسبقا بثلاث أيام بربع أيام، في اليوم الفلاني على الساعة الفلانية سيتم غلق الماء لمدة 30 دقيقة، لمدة ساعة، لمدة ساعتين، ويعني بالتفاصيل. علاش؟ على خاطر الماء يمشيوا به حتى الأجهزة الكهربائية المنزلية، لماشين لافي، لماشين تاع المواعن، تاع الأواني المنزلية. على باليش انت، انا من على بالي، انا مشغل آلة بالماشينة لافي، يا رب بعد يحبس عليها الماء، تبقى ترحي تتحرق، شكون اللي راح يرجع لي دراهمها؟ من يعوضني؟ ليس غير في هذا المجال، يعني الماء ما لا يجب أن يتوقف، لا يجب أن يتوقف، هادين الرب. أما في النظام العسكري، نظام العراية ونظام القواودة واللحاسين وش صافي، ألا صافي صافي صافي، وصلت المسج لخسر الهضره، ما تخسرش الهضره صاحبي. راه كازا راه اكثر من باغي، بسم الله ما شاء الله، يعني راكم واو. شوف انا غادي نهضر معكم هضره المغاربه خوتي، ومانيش نضرب لكم في الشيطه، يعني نهضر واش كاين. اول حاجه التعامل، بسم الله ما شاء الله، راكم الانسان غير يقول جزائري ما تلقى وين تحطوه، والله فرانشمان الحب هذا، المحبة هذه، الله يخلينا ديما خد هذه النقطة الأولى، شكرا بزاف على هذه أكبر نقطة. نقول ثاني حاجة التعامل تاعكم، يا ربي يا ربي، جيت لعندكم فاليزة تاعي باش نصوب سناني ونجي مروحة، عشيت بلي ديامو سيرتيفي، كثر خير بنتي هيام، كثر خيرك يا بنتي. ما جيتش باش ندي لي كادو ولا باش نخدم ولا راه راني مشوك يا راهم يطالبوا بليكسبولسيون تاع كامل لي الجزائريين من فرنسا. اللي راهم يطالبوا بهذا الشيء هو ان بارتي بوليتيك، حزب سياسي تاع لا دووات، اللي هو لي ريبوبليكان. حطوا البارح تويت في لو كونت اوفيسيال نتاعهم، دوك نحط لكم هنايا تويت، ما يبداو يجريو على الكوين من فرنسا. فيما مشو يدير اللي بزاف، وفيه ان ميساج على الجيري، il faut tout reprendre، معناها اديو ولادكم كامل منا. ومن بعد زيدوا شوفوا ثاني واش كتبوا في تويت نتاعهم، حتى كاتاستروفيك، معناها راهم يشوفوا كامل لي الجيريان كيما هكا، راهم كاتبين كريمينال ديلانكون. جميل عليكم الدواسة، والله الا من حقهم على الاخوان، والله الا من حقهم. الحمد لله، كل شوف كل واحد بلاكسو على دارو، هذا الشيء اللي كاين. الحمد لله المغاربه عندهم صوره زوينه، ودابا كاين شحال من واحد هكا وي كيتشد تما دار شي حاجه، وفاش كيسولوا البوليس تما كيقول لهم انا مروكي. والله حوله،
اخوان تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس الله.